اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا تسلام؟ لسه ما لعبتوش النهائي؟ ليه؟ النهائي بيهربوا منك. بيأجلوه يا كابتن هاني. التأجيل ده الكام ده؟ السابع. عارف لجنه السؤال بتاعت اتحاد الكوره؟ بتأجل اقل من هنا. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ ايه رايكم في هرسي سعيد؟ انا على مستوى الشخص بصراحه يعني اتفاجئت أمانة بسرعته وإجادته في الردود على الأسئلة، رغم إنه سنه صغير. سنه صغير بس طبعا بنتكلم على رئيس رابطة الأندية في الكاف، منصب مش هين ومش قليل ومسؤولية كبيرة. وعجبني جدا جدا ما بيتكلم على حتة إن هم هيبدأوا يفكروا في إزاي يقللوا من ساعات السفر للأندية في أفريقيا، ودي نقطة طبعا الأندية كلها بتعاني منها. وأعتقد بصراحة بالفكر اللي إحنا سمعناه ده نقدر نقول ان يعني المسابقات في القاره الافريقيه خلال السنوات الجايه ان شاء الله هتتحسن. وبصراحه بكل امانه هو يعني يستحق المنصب اللي هو موجود فيه، وبصراحه يعني شخصيه فعلا مثيره للاعجاب، خصوصا ان هو صغير وعنده هذا الكم من الخبرات في الاداره الرياضيه. وكلامه كمان يا كريم الرائع عن كابتن الخطيب في اخر الحلقه مع حضرتك، اتكلم بشكل محترم جدا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طبعا هو وجود الـ يعني ان رئيس نادي يكون يعني صغير في السن بالشكل ده، ده بيدل على التطور الموجود في الكوره بصفه عامه في تنزانيا. لو لاحظنا هنلاقي ان يانج افريكانز صعد وبينافس كمان على المركز الاول مع النادي الاهلي. سيمبا قرب ان هو يطيح بالوداد، يعني خلاص هو سيمبا لو كسب اخر ماتش، هو اصلا فرق المواجهات المباشره ما بين سيمبا والوداد لسيمبا. فسيمبا لو كسب سيمبا هيطيح بالوداد كده، ده كده زعل الراجل. فده ماشي، بس ده تطور واضح. هو طبعا من اعداء سيمبا، بس ده تطور واضح. فوجود الشباب في المناصب ديت بصراحه حاجه بتدعو للفخر، وده اللي احنا المفروض نعمله، ان احنا نعمل كوادر اداريه جديده من الشباب في مناصب اللي هي اتحاد الكوره. دي هتفرق كتير مع الرياضه المصريه. في بعض الشخصيات اللي لسه بتفضل موجوده ما بتقدمش اي جديد وبتفضل موجوده، لا احنا محتاجين ان احنا ندي فرص لشباب في المناصب الكبيره اللي هي زي اتحاد الكوره. الحقيقه برضو زميلنا ابراهيم فهمي هو اللي عمل لنا هذا اللقاء الحقيقه، وتواصل مع هرسي سعيد. انا بشكره على الهواء مباشره، ابن زميلنا عبد المنعم فهمي. طبعا ابراهيم من الشباب النشيط المتميز جداً. النشيط جدا الفتره دي، فانا بشكره الحقيقه على تميزه في هذه الفقره. ووجود هرسي سعيد اعتقد ان هي فقرة جيدة جدا الحقيقة، انا شايف عليها ردود افعال يعني جيدة جدا على السوشيال ميديا. خليني ابدا معاك يا احمد باول حاجة هنتكلم عنها، وتسع بطولات للنادي الاهلي. النادي الاهلي من بداية الموسم كان برضه تواصلت مع الكابتن خالد العوضي عشان دايما تبقى المعلومة مؤكدة او موثوقة 100%. النادي الاهلي يا كريم يا كابتن اسلام من بداية الموسم في الاربع العاب الجماعية الكبرى اللي هم كرة القدم، كرة اليد، كرة الطايرة، وكرة السلة، الأربعة الكبار، النادي الأهلي حقق تسع بطولات من بداية الموسم، وده رقم كبير جدا. لو جبنا البطولات هتلاقي كرة القدم إن شاء الله بطولة السوبر، بطولة نهائي كأس مصر قدام نادي الزمالك تبقى البطولة العاشرة، هتبقى البطولة العاشرة هذا الموسم وإن شاء الله، والبطولة 150 في تاريخ النادي الأهلي بإذن الله. كرة القدم النادي الأهلي أخذ كأس السوبر المصري لما كسب مودرن فيوتشر يوم 28 ديسمبر 2023 يا معانا على السي جي. كرة اليد رجال النادي الأهلي أخذ في كرة اليد بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر المصري، يعني بطولتين من بداية السنة في كرة اليد رجال، يوم 7 أكتوبر 2023 ويوم 8 ديسمبر 2023 أخذنا السوبر، كأس السوبر المصري. كرة الطايرة رجال خدنا السوبر المصري لسه من يومين، ادي قدامنا البطولات اهي، تسع بطولات للنادي الاهلي منذ بدايه الموسم في الاربع العاب الجماعيه الكبرى. الطايره رجال اخذنا السوبر المصري، انت خلي بالك اليد كسبت الزمالك في السوبر، الطايره رجال كسبت الزمالك في السوبر، الطايره سيدات كسبت الزمالك في الصوف النهائي. كره السله 20 اكتوبر 2023 خدت كاس السوبر المصري، كره السله رجال 8 ديسمبر خدت دوري المرتبط، وبعد كده كره السله سيدات اخذت كاس السوبر المصري وبطوله منطقه القاهره. فده ان شاء الله بدايه مثاليه لموسم النادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله نكملها على خير زي كل سنه كده. اما السنه اللي فاتت كنا اخدين حوالي 43 بطوله او 44 بطوله لما كنا عملنا هنا احصائيه لعدد البطولات في كل الالعاب، هنعملها ان شاء الله برضو السنه دي. فانت بس في الاربع العاب بس اللي هم الجماعيه عامل تسع بطولات، فتحسب طبعا لاداره النادي الاهلي الشغل المبذول
وطبعا كل التحيه برضو للراحل طبعا العمري فاروق، لان هو كان واحد من اهم الاسلحه اللي كانت موجوده للنادي الاهلي في ملف العاب الصالات. كريم، ايه اللي اختلف ما بين النادي الاهلي ما قبل كاس الامم الافريقيه وما بعد كاس الامم الافريقيه؟ اعتقد اسلام يعني امبارح بخلاف النتيجه الكبيره النادي الاهلي حقق طبعا على حساب بقيه المحله، لكن اكيد كل اللي اتفرج على المباراه دي استمتع بالاداء التكتيكي اللي قدمه النادي الاهلي. وطبعا بلد سؤال مهم، النادي الاهلي من بدايه الموسم يعني احنا اول مره نشوف الفريق بيقدم الاداء ده. انا في وجهه نظري الاجابه على السؤال ده هلخصها في الجمله الاتيه. اتفضل. التورته اللي كان ناقصها قطع كريز اتحط عليها. النادي الاهلي بدخول الاسمين دول، عمر كمال عبد الواحد وسام ابو علي، الاثنين دول ادوا تقل للنادي الاهلي في مركزين او في مكانين كان محتاج فيهم ان هو يشم فيهم نفسه. واحد وسام طبعا ناس مليون في المية ما بنحكمش على لعيب مباراه واحده، ولكن وسام ابو علي امبارح وهركز بس في نقطه مهمه قوي ممكن يعني اللعيبه اللي لعبوا في مركز المهاجم وعارفين كان ده كويس قوي. اسلوب ضغطه على دفاع نادي بلديه المحله، اسلوب الضغط بتاعه يعرفك قد ايه اللعيب تقيل. لعيب كده يعني زي مثلا بنقول مثلا في تنس الطاوله بحكم احنا بنتكلم على البطوله، يعني بنعرف اللعيب من مسكه المضرب. مسكه المضرب هرد عليك مسكه المضرب بتعرفك اللعيب قدام. وسام علي امبارح بكل امانه بدايه المباراه شوفوا يا جماعه ازاي كان بيتحرك عرضي ويبدا يضغط على لعيبه بلديه المحله ويفتح السبرنت عليهم في ساعه الضغط. ده مهاجم بيعمل دور دفاعي، ما بالك بفكره في الاداء الهجومي. شفناه طبعا لما عمل السبرنت وكسر مصيده التسلل اللي كان بيلعب عليها الكابتن احمد عبد الرؤوف. طبعا دي طبعا الكسره بتاعته. بص ازاي النهارده حط الكنترول وبعد لعيب بلديه المحله عشان ما يعملوش اي مشكله يا ثابت في مساله ان هو التسديد. يعني ده كل الحاجات دي بتبقى مهارات عند اللاعب قديمه عنده، ما بنقولش ان هو يعني ايه طلع بيها في الماتش، لا لا لا، دي حاجات بتعرفك قد ايه فعلا هو لعيب تقيل. وبرده مش عايز اتكلم على عمر كمال عبد الواحد والتقل بتاعه كابتن اسلام في الملعب، لعيب دولي فعلا، لعيب مش محتاج بقى انا اسف فتره انسجام وفتره ان هو يعني ياخد على الفريق وزمايله، مفيش. الراجل لبس التيشيرت نزل المباراه كانه بيلعب مع النادي الاهلي بقاله سنين. ده انا في وجهه نظري خلت كمان الفريق يبدا يشم نفسه. ليه؟ لان انت النهارده يكون عندك لعيب بيعمل دور المهاجم الصريح 10 من 10 خلاص بقيه اللعيبه تركز في شغلها. لما اللعيبه مع كامل احترامي بنتكلم على لعيبه جماعيه، اللعيب بيلاقي ان هو في زميل له في الفريق يعني ما بيقدمش الواجب الكامل بتاعه، بيخش هو يبدا يساعده، فلما بيساعده بيبدا ياخد من المهمه الموكله له في المركز بتاعه وهكذا. فانا بشوف امبارح بصراحه واحدة من أحلى مباريات النادي الأهلي مع مصر كولر، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله وقت توقيتها مهمة يا كابتن إسلام، عشان النادي الأهلي بداية إحنا قلنا دايما بداية من شهر مارس هيبدأ النادي الأهلي يخش في خضم بطولات وزخم كبير جدا 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 لغاية نهاية الموسم الجاري. بس أنا هسألك سؤال، هو الموسم ده هيخلص إمتى؟ الموسم ده هيخلص مع بداية الموسم اللي فات مع الموسم اللي جاي. هنعمل كوكتيل ينضم البعض لبعض. السؤال التاني بقى ونشوف هنوصل لإيه الموسم الجاي. احنا هنا في قناة النادي الأهلي هيوصل ازاي؟ لا في قناة النادي الأهلي هنا قلنا الموسم الجاي المفروض يتلعب زي أي دوري بلجيكي. والنهارده كل الناس بتبدأ تقول الدوري السنة الجاية لازم يتغير، ومش هينفع نلعب بالأسلوب ده. أبدعت الحمد لله، أبدعته تمام. عايز اقول حاجتين على ماتش امبارح. اول نقطه مش حاسس تكمله بس اقعد ساكت انا. اولا كولر عجبني ان هو ادار الماتش بصوره ممتازه جدا. طبعا اول حاجه تدوير اللعيبه يعني ايه؟ كولر وهو واحنا كده مستخبي عمل ايه؟ عمل عمق في سكواد النادي الاهلي. يعني ايه عمق؟ تعال نحسبها مع بعض. احنا عندنا كام مهاجم دلوقتي؟ عندنا ثلاثه، اسامه ابو علي، مودست، كهرباء. الثلاثه احسن من بعض. هنتكلم دلوقتي على وسام، كل واحد فيهم مميزاته مختلفه. مودست انا بشوفه ان هو لو استخدمه كتغييره في الشوط الثاني في نص ساعه تقدر ان انت تستفاد بيه قوي، لان هو لعيب عنده خبرات وعنده ضربات الراس مميز بيها جنب وسام ابو علي يقلب لك الماتش. على مركز الجناح عندنا كام جناح دلوقتي؟ عندنا سبعه، والسبعه احسن من بعض. مين؟ واحد رضا سليم، اثنين كريم فؤاد،
الثالث حسين الشحات، الرابع بيرسي تاو، الخامس طاهر محمد طاهر، السادس احمد عبد القادر، السابع كريستو. بص العمق الموجود في سكواد النادي الاهلي. تعالى بعد كده على وسط الملعب، انا شخصيا كنت قلقان شويه بعد اصابه مين؟ ديانج. قعدت افكر طب هنلعب بمين؟ طب هنعمل ايه؟ لقيت الراجل كولر ده طلع لك نيدفيد، طلع لك عمرو السوليه، طلع لك قفشه، رجعهم. احنا كنا بنقول ان نيدفيد هيتاثر مثلا بالاصابات، لا نيدفيد راجع بسم الله ما شاء الله، راجع في مركز ستة، حاجه هايله. يعني انت عندك السوليه، عندك قفشه، نيدفيد، مروان عطيه، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أكرم توفيق، 8 في وسط الملعب. يعني شوف فكر الراجل كولر ده، مدرب كبير بصراحة، اللي بيعمله ده هايل. إن أنت بتعمل سكواد ومش حاسين، بينما ما نحسش. يعني ديانج بقاله ماتشين ما بيلعبش، مش حاسين بغيابه رغم إن هو لعيب كبير جدا. أي لعيب، بيرسي تاو ما لعبش امبارح، حاسين إن اللي بيلعب أحسن، يعني أحسن من بعض الاثنين. فالعمق الموجود اللي بيعمله ده والروتيشن حاجة ممتازة جدا. الحاجة التانية اللي عجبتني في كولر، واضح ان هو كان مذاكر المنافس كويس. ليه؟ لانه بدا باسرع اثنين في النادي الاهلي، مين؟ كريم فؤاد ورضا سليم، اكتر اثنين عندهم سرعات بدون كوره، لانه هو دارس ان بلديه المحله بتلعب دفاع خط عالي، يعني دفاع هاي لاين، وبالتالي هيسيبوا مساحات كتير مع اسامه ابو علي الاضافه الكبيره اللي هو عنده سرعات كويسه، فانت قدرت ان انت تتغلب عليه. الحاجه الثانيه اللي عجباني التغييرات. صحيح، التغييرات ازاي؟ كل 60 دقيقه يريح لاعب، يعني ادى لامام مثلا شويه وريحه، ادى كذا حد اتغير يعني على مدار المباراه، هتلاقي ان هو بيعمل روتيشن بشكل كويس جدا. فانت مكاسب كتير جدا من ماتش امبارح، بس زي ما كريم قال تحديدا وسام ابو علي وعمر كمال عبد الواحد الاثنين بصراحه ممتازين. احنا معانا حالات لوسام ابو علي، اتفضل لو نستعرضها حالات فيديو. فاول حاله معانا الهدف الاول، بص ازاي ربيعه برضو اللي لازم ياخد حقه. دايما الناس بتقول لك ربيعه، لا يا جماعه ربيعه مساك كبير وعنده خبرات، الاصابات اثرت عليه، بس واحد من المساكين الممتازين اللي هو حتى دايما بتحطه في قائمه منتخب مصر. بص هنا الاسيست بتاع ربيعه، بيعمل تمريره طوليه، لا ارجع يا استاذ سمير معلش ارجع. بص انا عايز حاجه مهمه جدا في وسام ابو علي، وهو ازاي عرف يكسر مصيده التسلل. يعني وقف بس اتحرك، ان هو بيأخر نفسه خطوه عشان اكسر مصيده التسلل، وده طبعا خطا كبير من الكابتن احمد عبد الرؤوف، ان انت بتلعب النادي الاهلي ومعاه مهاجم وزي واحد عنده سرعات. على فكره هو استلمها في الاول غلط، يعني هي بعدت عنه، بعدين جابها قدر ان هو يصلحها بشكل كويس. عمل حركه ممتازه ان هو بعد مدافع عنه. بص كمل اللعبه دي يا سمير. ايوه خش بقى منطقه الجزاء، كمل بالراحه بس. عمل حركه كده وراح تخرج خالص. بص مدافع، بص يا كريم هنا استلمها غلط، بص تولت منه، استلمها غلط، دخلت لجوه، لا هو راح كاتمها وحط المدافع في ظهره ورجع نفسه وحطها صح، بس بعد عنه خلاص بيفكر. هنا المدافع عشان يتدخل يعمل ضربه جزاء، فده مهاجم بصراحه ممتاز. هات بقى اللعبه الثانيه برضو عشان نشوف اسامه ابو علي. اللعبه الثانيه بقالنا من زمان، بص هنا الحته اللي انت كنت بتتكلم فيها، ارجع بس ثواني. هنا عمر كمال واحد من احسن اللعيبه اللي بتعمل تمريرات طوليه، غير ان هو جوكر، انا بسميه الجوكر الجديد ده، بيلعب باك ليفت خمس مراكز، باك يمين تلاقيه وسط مساك، ملعب جناح مساك. بص التمريره الطوليه هنا اللي انت كنت بتتكلم فيها، الالتحام الهوائي. أي. ازاي الراجل وسام ابو علي بياخد المدافع في ظهره ويلتحم ويجيب لك فاول؟ هنا معناها ايه؟ معناها ان انت سحبت الفريق معاك كله لقدام. شوف الكره كانت في وسط ملعبك، الراجل دخلها لك في وسط ملعب الخصم. صحيح. من خلال فاول. ده مش بس كده، كمل بقى اللعبه جريها شويه. طبعا ده كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن طارق سليمان ومحمد عبد الواحد بيتابعوا. انت بقالنا زمان ما شفناش مهاجم في النادي الاهلي من ايام عماد متعب بيشوط فاول. انا ما شفتش اللعبه دي من ايام عماد متعب. لا حد يتذكر اسم كان مهاجم بيشوط تسديدته كمان بصراحه ركله الجزاء. رجليه كويسه. انا عجبني في وسام حماسه. انا من ساعه ما يعني انا ما شفتوش يعني في التمرين غير 10 دقايق ربع ساعه يومها، وما عملت مع الانترفيو طلعت للشباب قلت لهم يا جماعه وسام من حماسه حتى في الكلام. انا والله حتى كابتن سام احنا متحمسين عنه والله بجد، بس برضو مش عايزين الناس تقول ايه يا جماعه برضو احنا بنتكلم على ماتش واحد. بصراحه بس هي فكره في حته ايه، اللعيب اللي بيثبت نفسه لا اول مباراه لا ملهاش علاقه، احنا بصراحه مبسوطين بيه. بس انا هقول لك حاجه بقى ناقصاه، هجيبها لك في الارقام. ايه اللي ناقص وسام ابو علي اللي المفروض يشتغل عليه من دلوقتي؟ كمل هات الحاله الثالثه. هنا برضو ده لعبة ضربة الجزاء طبعا، التسديدة، وان هو برضو واحد من الناس اللي هي عندها شخصية ان هي برضو بتشوط ضربات جزاء. دي لما يشوط ضربة جزاء ويشوط ضربة ثابتة دليل ان ايه، عنده دقة محاولات كويسة، ان هو بيعرف يسدد على الجون، ودي حاجة احنا كنا محتاجينها. فوسام ابو علي كوكتيل، مهاجم سريع عنده سرعات بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس جدا، واحنا بقى لنا فتره كتيره ثابت في المركز ده بصراحه، محتاجين حد كده نشم نفسنا. هو النسخه المعدله من وليد ازارو في رايي، هو الفينش بتاعه اعلى من وليد ازارو، بس نفس الستايل نفس الحركه.
معلش هات الارقام بقى يا استاذ سمير، ارقام وسام ابو علي. هقول لك على حاجه اللي المفروض بقى يشتغل عليه وسام ابو علي، التسليم والتسلم. يعني معدل لمسه للكوره لسه مش كتير، وده عشان انا اقدر اقول لك ان هو لسه جديد. 11 مره في الماتش مش كتير، ده محتاج ينزل لزمايلي اكتر واستلم وزمايله يسلموه. اه بس عنده رقم ممتاز جدا، بص الافشنسي بتاعته طبعا دقه المحاولات صحيحه 2 من 4، ده بالنسبه للمهاجم رقم بس ممتاز. لمس الكوره لازم رقم توصل كويس جدا. لمس الكوره لازم تبقى 20، يعني توصل 20 و25 للمهاجم، دي محتاجه عشان اللاعب لسه جديد. طبيعي ان انت لسه داخل على فرقه فزمايلك لسه، يعني لما استلم هو من اللعيبه. انت لو شفت نسبه احرازه للهدف لهدفين ومع عدد استلامه للكوره، تجد ان هو من اقل، يعني انت عايز تزود استلامه للكره صح، اللي هو استلامه بين الخطوط هو كده بيستلم في ظهر يعني وسام ميستو ايه بيستلم في ظهر المدافعين، فبيستلم في الصندوق اكتر، لكن انا عايزه ينزل لتحت كمان. بص سرعه يعني انا بصراحه عالميه دي. احنا فاكرين مين اللي كان بيشوط ضربه الجزاء كده؟ طبعا مين انت كابتن؟ انت جبت في جبت كاس عالم في ماتش 4-4 تقريبا، انا شفتها في المقص صح. فوسام صاحب شخصيه قويه حقيقه يعني. طيب برضو كريم بما اننا عندك حاجه تانية عندي عمر كمال. طيب. ووسط الملعب اتفضل نستعرض برضو ارقام عمر كمال مع كريم. اتفضل نجيب ارقام عمر كمال عبد الواحد. هنلاقي بص احلى رقم في عمر كمال عبد الواحد ايه؟ التمريرات الطوليه لما لعيب ورا اصلا كان بيلعب باك ليفت. بس خلي بالك في نقطه مهمه ان هو ده واضح هو كان تكتيك من كولر. طبعا يعني صح دي عشان خاطر الهاي لاين عشان خاطر الدفاع ما اتعملتش تمريرات طوليه يعني ايه بشكل فجائي. لا دي واضح ان هم متفقين عليها، والتلات اهداف في الشوط الاول تمريرات طوليه الثلاثه بالكربون الثلاثه بالكربون فعلا يعني. بس حته الارقام طيب عشان 13 تمريرات طوليه منها 7 صح، التمريرات الصحيحه ده برضو رقم كويس يعني نتناقش. بص لمس الكره 75 مره. أوكي. بص عمر كمال ده بيدل زي ما كريم قال المركز برضو يعني. وغير كده انت تحس ان عمر كمال كانه بيلعب بقاله 10 سنين طبعًا في الاهلي وهم واثقين فيه. هو لعيب بصراحه منتخب طبعًا شتت الكره مرتين. خلي بالك اصل هو اللعيبه دي بتلعب مع بعض منتخب على طول والفتره الاخيره كمان صحيح. بيلعب في اكتر من مركز، يمكن منع تسديده، فاز بالتحامات 2 من 4، حصل على اخطاء 2، صنع فرص 1. بس انا عايز اسال سؤال بقى، انتوا شايفين احسن مركز لعمر كمال عبد الواحد؟ طبعا هو جوكر، بس احسن مركز دي مع النادي الاهلي ايه؟ اخد رايكم. على حسب الاحتياج يعني. انت امبارح فعلا كان كنت محتاج مثلا ان انت تريح علي معلول شويه، فعمر لعب. في ساعات هتحتاج انك تريح محمد هاني. انا عايز اقول لك كمان في بعض، انا في وجهه نظري يعني السنه الجايه مش السنه عشان عمر مش مقيد افريقيا، السنه الجايه في وجهه نظري الشخصيه لما نلعب مثلا سان داونز في بريتوريا انت محتاج تحط عمر قدام، تحطوش ورا وتحطه ورا في الباك. برضو خلي بالك كريم ممتاز. لا هنتكلم دلوقتي. طيب وبرضو يعني انت تحس ان من ارقامه ان انت ايه يعني تحس ان هو هيلعب ايه قدام من كتر ما هو هجومي وعنده سرعات وبتاع، تحس ان هو في الباك ليفت يعني ايه لا بتضيع جزء من قدراته يعني فاهم. بس هو بصراحه لعيب كبير وبيلعب في اي مكان يعني. معانا كمان اجنحه الاهلي مقارنه كده ما بين ارقام رضا سليم وما بين كريم فؤاد. اتفضل هنبص على الارقام نستعرضها، هنلاقي ارقام اجنحه الاهلي نجيبها. بص دي طبعا رضا سليم واحد من اسرع اللعيبه في النادي الاهلي واللي عودته مكسب كبير. اصابته بصراحه ضرتنا في الدوري الافريقي الحمد لله يعني. يعني بيفرق كتير على مستوى السرعات وبيعمل منافسه. هنا بص السرعات والتمريره الطوليه اللي انت كنت بتتكلم عليها، وادي كريم فؤاد طبعا الاجنحه يعني هنا جايب لنا الاجنحه اللي هم ساهموا سواء باسيست رضا سليم او كريم فؤاد. طبعا دي الارقام، رضا سليم احرز الاثنين جابوا جوان، صناعه الفرص والمراوغات رضا سليم افضل، المحاولات الاثنين متساويين، دقه التمريرات كريم فؤاد احسن، في التمريرات الطوليه رضا سليم افضل. ليها حاجه كمان كمل كمان ليها التقييم بتاع اللعيبه. بص لمس الكره داخل الصندوق رضا سليم اكتر، رقم مميز ده. وبص الالتحامات بتاعت رضا سليم 6 من 11، وقع في التسلل مرتين اخذ 7.8 من 10، اما كريم فؤاد 7.5. بس بصراحه الاثنين مكسب مع حسين الشحات مع بيرسي تاو مع طاهر اللي بقول له ان شاء الله الفتره الجايه تاخد، وان شاء الله ركز، والفتره الجايه ان شاء الله بتاعتك انت كمان برضو مع اللعيبه كلها لازم لازم نكسب كل اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي طبعا. سواء انت عندك كل اللعيبه انت محتاج. خلي بالك انا مبسوط جدا 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 باللي عمله طاهر. انا ما اعرفش ليه بس لكن انا شايف ان ده حب للعب يعني. دايما بتشوف مثل هذه الامور. وجهه نظري انا وجهه نظري ان انا اللعيب اللي ما يغرش وما يضربش في بتاع هو طالع وما يزقش في مش عارف ايه والكلام ده كله بالنسبه لي ما يبقاش لعيب
يستحق ان يتواجد في النادي الاهلي، وجهه نظري ما اعرفش صح ولا غلط. لا طبعا كتير عايز يلعب حاجه كويسه يعني، يعني لما كان الواحد بيبقى قاعد احتياطي والله العظيم ثلاثه ما كنت بنام، ما كنت بنام يعني فعلا ما كنتش بنام. الغيره عن المشاركه كانت طبعا مهمه، ومهم كمان ان اللعيب يحس بكل امانه استفادة الفريق من وجود منافسه في المركز بكل امانه. في الرياضه لما اللاعب بيحس ان هو لوحده بكل امانه غصب عنه مش هيتطور غير لما يكون في معاه منافس. الله يعني دي حاجه انا عجبني جدا جدا رد مارسيل كولر على الصحفي لما قال له كهربا، قال له كهربا ده يا ابني ده نجم الفرقه واحد من نجوم الفرقه وهو ومودست وسام، انا عايزهم الثلاثه وعايزهم يبقوا كويسين، وكهربا بيتمرن كويس جدا وفي ايده ان هو يرجع بكره الماتش اللي جاي، فبالتالي رد الحقيقه بيوضح اللي انت بتقوله ده. وحاجه هو لا والناس برضه تضع في حاجه كابتن اسلام ان وانت يعني بتدير منظومه النهارده من اكثر من 30 لاعب انت يجب ان ترسي العدل، والعدل النهارده بيجي له فرصه ويمسك فيها حقه خلاص، لو فرط فيها غيره يخش، جه النهارده في روتيشن يا ثابت وفي اصابه او حاجه واحد يعني اقصده الناس تفهم برضه دي مش بلاي ستيشن، انت ما بتغيرش لعيب بالاول اكس صح. لا في ظروف اخرى بتتحكم في اختيار المدير الفني، ان انا عندي واحد بيجتهد في التمرين، عندي واحد لما جات له الفرصه مسك فيها بايده واسنانه واجتهد، ما اقدرش ان انا النهارده اخسره نفسيا واشيله مجرد ان اللاعب الاساسي رجع. لا يعني في الاخر لازم الناس تعرف ان القايمه طالما ان الفريق بيستفاد منها، وبصراحه فريق كسبان خمسه انا عمري عمري ما اسال مدير فني عمري مجرؤ اقول له هو انت ليه ما لعبتش كهربا ولا مش عارف، اسهل رد يقول لي لا خمسه وبيريح اللعيبه خمسه وبيريح لا انا كسبان انا حققت التارجت انا حققت التارجت يعني انت عايز مني ايه؟ في ده انا النهارده كنت بتكلم في حائط صد عن ان هناك البعض يقول لك اصل مروان عطيه ما ينفعش يبقى في الاهلي وما ينفعش يبقى، امال مين اللي ينفع؟ يعني انت فاهم العب انا يعني مش فاهم انا خدك يعني ده احسن لعيب وسط في مصر الصوره امبارح جت على دكه مديريه الاهلي بصراحه الواحد اتبسط انا عمري ما شفت دكه بالقوه دي من ايام جيلكم ايام انا صح. ولكن خلي بالك ما هو ده كويس احنا فتحنا لهذه الموضوع لانه هذا الموضوع لانه موضوع مهم، ده يخليكم الفتره اللي جايه كمحبين للنادي الاهلي وكجمهور النادي الاهلي تاخدوا بالكم ان الفتره اللي جايه زي ما كريم لفت نظري لحاجه، ان انت لما تيجي تبص كده على الدكه قلتها ايه يا عم الفرقه دي؟ ايه يا عم الفرقه دي؟ ما يعني دي ما نعرف نعمل معاها حاجه ولا ايه؟ طب اضرب فيها بقى، هات كريم شويه وهات احمد ثابت شويه وهات اسلام شويه وهات فلان وعلان مش عايز اقول اسماء، لكن في النهايه ان شاء الله ربنا يكرمنا طول ما عندنا جمهور زي حضراتكم الدنيا بتعدي الحمد لله والشكر لله. كمان المنافسه مهمه جدا، هم مش لاقيين مش هيلاقوا في الفتره الجايه اخبار تعمل شطه من الاخر يعني، فهم هيدوروا على كهرباء قاعد على الدكه، ايه ده اعمل مشكله مش عارف مين. صحيح في نقطه معلش لازم اقولها بصراحه، الاجواء نفسها الايام دي بصراحه يعني ايه مش مثيره للتعصب، احنا بصراحه انا بجد بجد عجبني جدا جدا في الماتشين بتوع الفولي بول، شوف بعد الماتشين ماتشين وايه بقى يعني خلصانين في نقط مثيره يعني، وشوف شكل المسؤولين في نادي الاهلي نادي الزمالك سلموا على بعض وهارد لك والف مبروك، الاجواء رجعت لما قبل 2014 صحيح. كل امانه بكل امانه يجب ان احنا نستغل هذا الامر اعلاميا، وانا ما بقولش تاني اهو عشان بس الناس ما بتحب الجمهور يا جماعه، الجمهور يعني يتعامل مع بعضه على السوشيال ميديا ويقصف جبهات عادي، ده طبيعه الجمهور مفيش ادنى مشكله في ده، انما النهارده بكل امانه بكل امانه احنا بنعيش واحده من احلى الفترات الاداريه بمناسبه تغير بعض الامور في نادي الزمالك، والنهارده فعلا الناس مسؤوله بقت هي اللي ماسكه القرارات وهي اللي قاعده على الكراسي، فلازم نستغل هذا الامر، والنهارده في اي تنافسيه اللي يكسب الف مبروك برافو على جهدك وبرافو على تعبك، اللي يخسر هارد لك واجتهد وربنا يوفقك بعد كده وانتهى الموضوع وخلصنا، مش عايزين نرجع لايام يعني الحمد لله ان هي انتهت. طيب ايه تاني يانج افريكانز يانج افريكانز ورؤيتكم لهذه المباراه وكيف يدخل مارسيل كولر في هذه المباراه؟ نشوف الاول ترتيب المجموعه طبعا النادي الاهلي في الصداره لعب خمس مباريات معانا الترتيب اهو، النادي الاهلي لعب خمس مباريات ضمن طبعا الصعود ويانج افريكانز ضمن الصعود عشان فرق المواجهات المباشره بفرق هدف ما بين يانج افريكانز وما بين شباب بلوزداد، يعني لو يانج افريكانز خسر من النادي الاهلي وشباب بلوزداد كسب برضو يانج اللي يصعد. النادي الاهلي بيسعى للصداره، نفسنا من زمان بقى ان انت يعني حتى التعادل يا مكسب يا تعادل والتفاؤل والتشاؤم نعمل فيهم ايه؟ لا انا مش نرميهم على جنب دول. بص يانج افريكانز فرقه حلوه جدا
من احلى الفرق في افريقيا دلوقتي بتلعب كوره ينج افريكانز، بدليل ان هم اقوى خط هجوم في البطوله حقيقة. مسجلين 9 اهداف بس عندهم مشاكل دفاعيه انت لازم تستغلها. يعني من الفرق اللي بتلعب كوره، طبعا النادي الاهلي اعلى بكتير، بس فكره ان من الفرق اللي هي ايه بتلعب كوره حلوه. ممكن نستعرض حتى التشكيل بتاع ينج افريكانز او ابرز ده التشكيل المتوقع، خليه بس على الشاشه. ديجي ديارا ده الحارس المالي، ابراهيم حماد وديجوكسون وكواسي الباك رايت وماتامبالا، الاثنين اللي في النص المدسر يحيى وخالد اوتشو، وماكسي الجناح الشمال. ركزوا بقى على الجناح اليمين زوزو، ده اللي انا كلمت عليه الناس بتوع تنزانيا، قلت لهم زوزو ده من احسن اللعيبه في الفرقه السنه دي ومن احسن اللعيبه في دوري ابطال افريقيا. صحيح زوزو. كيندي موسوندا ده المهاجم، شفناه طبعا مع المنتخب، وستيفان عزيز كي بتاع منتخب بوركينا اللي هو اللعيب اللي هو برده بيتكلموا يعني طبعا من احسن صناع الالعاب عندهم في الفرقه. طبعا ميجيل جوموندي المدير الفني، واحد برضو من المدربين اللي عندهم خبرات. هنجيب ابرز ارقام اللعيبه ونشوف مين الاحسن اللعيبه عندهم. اتفضل. مين اللعيبه ونجيب الحالات برضو معانا. حالات هات الاول ابرز ارقام اللعيبه وبعدين نستعرض الحالات مع بعض. ماشي. الاول طبعا هداف الفريق اسمه اللي هو زوزو اللي احنا بنتكلم عليه. زوزو هداف الفرقه في دوري الابطال افريقيا، جايب 3 اهداف. الاكثر صناعه للاهداف مين؟ اللي هو ستيفان عزيز بتاع بوركينا، جايب عامل 2 اسيست. موسوندا برضه عامل 2 اسيست. بص بقى ارقام زوزو ده الاكثر صناعه للفرص، على فكره هو اكتر لاعب صانع فرص في البطوله في دوري ابطال افريقيا في كل الفرق، 15 فرصه، وده اللي جاب فينا الجون في ماتش الذهاب الشوطه. فاكرين الجون الشوطه ده؟ هو اللي كان جابه. الاكثر مراوغات ناجحه هو برضه في الفرقه. الاكثر تمريرات طوليه الحارس بتاعهم، الحارس ده من منتخب بيلعب في مالي يعني، عنده 26 تمريره طوليه صح. استيفان عزيز اللي هو صانع الالعاب بتاعهم بيروح على الجون كتير من اكتر محاولات على المرمى. خالد اوتشو اللي كان بيلعب في مصر للمقصه، طيب عارفين لعيب كويس وكورته حلوه، اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه عندهم 270 تمريره صح. نجيب الحالات، صور الحالات بتاعت يانج في صور الحالات بتاعت يانج افريكانز على الفاينل. اتفضلوا. ماشي صور الحالات. طبعا هنلاقي يعني احنا هنتكلم دلوقتي نبين خطوره. بص حضرتك ده اول حاجه، ده الجون اللي جابوه في شباب بلوزداد. مين اللي كان بادئها من ناحيه الشمال؟ زوزو مع الباك ليفت اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، بيعمل عرضيه عندهم كثافه عدديه كويسه، هم ممتازين في الجبهه الشمال اكتر. ليه؟ لان بيتحرك فيها زوزو. زوزو ده بيلعب 8 وبيلعب وينج. فعندهم بص اهي الكره جايه منين؟ من الجنب الشمال. هات اللي بعدها هتلاقي ان هو سجلها. فالجنب الشمال عندهم اللي هو هيبقى في المساحه اللي في ظهر محمد هاني، لازم نخلي بالنا من النقطه دي. كمل. هنا برضو نفس الجنب، هنا الجنب الشمال برضو، هنا بتحس ان في كثافه، بيعملوا تحميل عددي اكتر في الجنب الشمال، بتلاقي بيروح استيفان عزيز اللي هو مشاور بايده ده هيلعبها له ما بينهم. كمل هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي استيفان عزيز هي الكره راحت له وراح شايطها. طبعا خطا دفاعي رهيب من شباب بلوزداد. هنا بقى الجون اللي جه في النادي الاهلي برضو منين؟ من الجنب الشمال بتاع اللي هو ناحيه محمد هاني. مين اللي دخل ده؟ اللي هو زوزو اللي انا بتكلم عليه ان هو احسن لعيب عندهم السنه دي في البطوله. اوكي. بص شاطها، كان هدف صعب، كان هدف تسديده صعبه قوي على الشناوي. أيه. الشناوي اللي كان بيلعب صح؟ الشناوي. الشناوي. كمل. في حاجه. هنا برضو دي صور، ده اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو زوزو. زوزو. اللي هو احنا جايبين برضو صورهم عشان نعرف ان زوزو اللي هو لابس جزمه حمراء ده. هنا شعر اصفر. هنا برضو ده ستيفان عزيز رقم 10 اللي هو صانع الالعاب بتاعهم الخطير ده من حمرا وشعر اصفر. هنا برضو ده موسوندا اللي هو المهاجم بتاعهم، ده مهاجم سريع وعنده سرعات اللي قدام. هنا حارس المرمى اللي هو دي جي ديارا، ده من الحراس اللي بتعمل تمريرات كتير. ده متفقين والله، ده متفقين كلهم كلهم عاملين نفس القصه، عاملين ستايل، عاملين ستايل ستايلينج. اوكي. طيب كريم، محتاجين ايه من هذه المباراه؟ يعني انت لو انت مكان مارسيل كولر هتقول اللعيبه ايه عشان تديهم الحافز لمثل هذه المباراه سواء اول او ثاني؟ يعني طبعا هي 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 مباراه ترتيب مراكز اكثر منها مباراه تاهيل، وبالتالي ضغط العصبي يعني اقل فيها بكثير من مباراه. يعني مثلا نفتكر كده مثلا السنه اللي فاتت مباراه الهلال السوداني في الجوله السادسه، طبعا كانت مباراه يعني حماسيه لاقصى درجه. بنتكلم عن مباراه ترتيب مركز، وانا اوكي اتفق مع ثابت على حته ان احنا يعني اكيد النادي الاهلي بيتارجت
المركز الاول. بس بكل امانه لازم اقولها عشان دي الحقيقه، في السنوات الاخيره النادي الاهلي كلنا كنا نتفائل بالوصافه. انا عمري ما اتفائل، لا معلش يعني كلكم انتوا الاثنين. لا انا مش بتفائل، انا برضو مع الصداره، انا نفسي يبقى في الصداره. كم بطوله حبيبي ان شاء الله لو كل البطولات عادي، اصل دي مفيش دي حاجه ودي حاجه، لازم يبقى التارجت بتاعك ان انت تكسب كل الماتشات. انا مش مختلف والله، والله مختلف، انا مش مختلف على كده، انا بس بقول ان دي كانت نقطه بنتكلم عليها كتير يعني. وبالتالي انا بشوف ان مباراه مارسيل كولر هياخدها في خضم عدد المباريات الهامه اللي هيلعبها في الفتره دي، واهمها طبعا مباراه فاينل الكاس. يعني مباراه فاينل الكاس اكيد بكل تاكيد اهم بكتير من مباراه يانج افريكانز. فبالتالي لازم اللعيبه وهم دخلوا في طور ستايل معين ولعب معين من مباراه بدايه المحله افضل مكمل عليه. صحيح ان انا هيغيب عني مثلا عمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد، بس هيرجع هيلعب معايا وسام. يعني وسام غاب عن المباراه الماضيه في افريقيا عشان كان مصاب، هيلعب بقى المباراه دي. فاحنا محتاجين نكمل بنفس الريتم وبنفس النسق عشان نرجع بقى للنقطه اللي ثابت كان بيتكلم عليها. حته التاقلم ماتش بماتش، مثلا زي مثلا نقطه عدد لمسات وسام للكره في مباراه بدايه المحل كان قليل، باستمراريه المشاركه في المباريات هيبدا الرقم ده يزيد. بس اهم حاجه ان انا احافظ على النسق بتاعي. أيوة. عشان اوصل ليه في وجهه نظري يعني مباراه نادي الزمالك وانا في التوب ليفل بتاعي. طيب تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظركم في مباراه يوم الجمعه. انا شايف ان الماتش ده لازم يكون بروفه لنهايه الكاس، ابدا بالتشكيله الاساسيه بتاعتي واجهزه عشان مباراه الزمالك برضه، خاصه ان انا بلعب على فكره يانج فريق بيلعب كره حلوه، فريق محترم قوي جدا، مصطفى شوبير في حراسه المرمى. رئيسه جميل، راجل جميل يعني. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، الاثنين المساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الثلاثة اللي في وسط الملعب هرجع بقى مروان عطية يبدأ ياخد حساسية الماتشات، جنبه عمرو السولية اللي أنا بشوف إن هو لما رجع يديك تقل وخبرة وهتحتاجه في ماتش نهائي الكاس، جنبه إمام عاشور، الثلاثة اللي قدام رضا سليم وحسين الشحات وأسامة أبو علي. أنا متفق 100% على التشكيل. 100%؟ أه 100%. أول مرة في تاريخ حياتي يفرح، خليه يفرح يوم. أول مرة يتفق معاك. كلنا أول مرة. طيب يعني برضو اسمع منك يا احمد سريعا جدا التشكيله كريم عبد المجيد جهزه. انا متفق. لا متفق. هو نفس طبعا، هو ده نفس التشكيل ليه ببساطه. هو الاسم اللي احنا ممكن نختلف عليه بصراحه عمر كمال، وفي وجهه نظري عمر هيبقى له دور في ماتش الزمالك، بس ما نيجي نتكلم عن ماتش الزمالك بس ممكن حد يقول لك بيرسي تاو برضو. نعم بيرسي تاو يعني ممكن في الوينج بيرسي تاو مكان الشحات او رضا سليم او كريم. انا خلينا نتكلم بصراحه امان، الثلاثي الامامي في وجهه نظري في اتنين مش ينفع تغيرهم في الوقت الحالي، رضا سليم وسام ابو علي. الله اكبر عليك. وسام مش ينفع تغير ولا رضا ينفع تغير، وفي بعض الاحيان قبل مباراه مهمه كابتن سليم انت عارف النقطه دي مهمه قوي، قبل مباراه مهمه ما ينفعش في المراكز دي اعمل روتيشن. ليه؟ عشان حسيت المباريات. صحيح. عشان الانسجام ما بين المجموعه اللي بتلعب قدام. صحيح. فانا الاسمين دول انا بكل امانه ممكن الاسم الثالث نقعد نتكلم عليه. بيرسي ولا حسين وامان وكريم فؤاد النهارده بيقدم نفسه في حته ايه بقى؟ انه جناح دفاعي بيرفكت. سرعه ارتداد كريم فؤاد في الهجمات المرتده امتياز، ودي ممكن تديله افضليه على لاعب يكون بيركز في الهجوم بس. لكن انا في المباراه الجايه مع غياب عمر كمال اوكي اتفق على 11 لاعب دول. لما نيجي بقى ان شاء الله في حلقه مباراه نهائي الكاس ونتوقع التشكيل، اعتقد هيبقى واحد من اصعب التشكيلات اللي ممكن حد يتوقعها للمباراه. طبعا اكيد بالاهميه القادمه، خصوصا طبعا مع تغير شكل نادي الزمالك بالصفقات الجديده اللي ابرموها في يناير. عموما عندك حاجه ثانيه اخيره؟ في محمد ياسر بس. فضل. محمد ياسر واحد من اللعيبه الممتازه. محمد ياسر الشباب. لعيب النادي الاهلي المعار للتشيك لتبني ستيف الدوري التشيكي. يمكن نستعرض ارقامه سريعا بس، هو السنه دي عامل موسم كويس اللي هو قدامنا على الصوره. واحد من اللعيبه اللي تم اعارتها وراس حربه، شارك اساسي 6 ماتشات، بديل 12 مره، احرز 4 اهداف وحصل على 2 ركله جزاء، يعني هو لعب 12 مره بديل و6 اساسي وجايب 4 تجوان و2 مره و2 ركله جزاء، المحاولات 30 منهم 15 صح، فاز بالتحامات هوائيه واحد من اللعيبه الممتازه في الالتحامات الهوائيه 35 التحام، وصنع 10 فرص وعنده 9 مراوغات، فده واحد من المكاسب برده اللي لازم كنا نديها حقها محمد ياسر، لانه واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي النادي الاهلي ممكن يستعيده بعد سنه ان شاء الله في الصيف باذن الله. بص يا كابتن اسلام، بص يا كريم، ده الهدف بتاع بص اتطور على مستوى السرعات وعلى مستوى الجانب البدني. بص الجون اللي جابه ده هتلاقيه بشماله، بص رقص محمد ياسر، ده من ناشئين النادي الاهلي اللي تم اعارتهم. حلو،
فواحد من الناس المكاسب اللي لازم تاخد حقها، ان انت لازم يتم، احنا طبعا بنتابعه هنا وان شاء الله يكون لي فرصه مع النادي الاهلي باذن الله في نهايه الموسم. ان شاء الله يكون له فرصه مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا كابتن، شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.